Good evening, حيتان المال. ليست المرة الأولى التي ينخفض فيها التصنيف الائتماني للبنان إلى مرحلة تريبل سي، أي مرحلة المخاطر المرتفعة جداً. فقبل تقرير فيتش الحالي كانت هذه المرتبة من سوء حظ لبنان أيضاً عام 2008 بحسب تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز التي عادت ورفعت التصنيف في العام نفسه إلى بي ماينس، كما أن لبنان وفي مطلع عام 2019 أعطي هذه المرتبة المتراجعة بحسب شركة موديز. اللي صار يا جماعة أنه في شركتان خصهم بالاقتصاد، واحدة اسمها ستاندرد بورز وواحدة اسمها فيتش، وعلى فكرة الفيتش يعني جلد الشريك وتعنيفه بالتخت، ما بعرف شو خصها بالاقتصاد، بس أنه هيدا اسمها. المهم هول الشركتان بيعملوا امتحانات للدول، وكل دولة وشطرتها قداش فيها تفرجي العالم أنها قادرة تجيب مستثمرين بيطلع لها علامة أعلى. أجا دور لبنان بالامتحان، ومثل ما بتعرفوا طبعا عريس مسح وفوت، فات لبنان ما حقق شيء، ما فهمان شيء، مثل اللي بيو طلعوا مثلا من الصف الأول وقال له روح اتعلم شيء مصلحة تنفعك يا بيي، عمشان أنت مش تبع استثمار. فبطبيعة الحال لبنان انشحط من الامتحانات وأخذ علامة زفت اللي هي سي سي سي، يعني كراميل كافي كاب بالعربي، جرب حظك مرة أخرى كمان بالعربي، إنه مش عم بفهم. لا انصدمتوا من التصنيف، يعني شو متوقعين من بلد البنوكي فيه نصابين والصرافين نصابين، محلات تليفونات نصابين، والشعب كله نصاب بينصب على بعضه كل يوم من الصبح لعشية؟ ما صدقتوا على الله أنتي نقص الدولار من السوق، وهي الخطوة اللي أخذها مصرف لبنان عشان يحمي الليرة بلش نهش ببعضهم. بتروح عند الصرافه بيقلطك بفرق الدولار، بتروح تدفع قسط بالجامعه بيقلطوك بفرق الدولار. لك امي مدينتني 100 دولار جيت ارجع لها اياها باللبناني، قالت لي اه ماما بس بتردي لي اياها على 1560، هيدا شو امي؟ هون وزاره الاقتصاد شو شغلتها؟ تبيع مناشف مثلا؟ وينك ما عليك؟ يعني مش عم بفهم، المفروض يتدخل بهيك موضوع. مين المفروض يحلها، سميحه اوبتيك ولا انت؟ لا، والمرة الوحيدة اللي طلع فيها خبر بيقول إنه وزارة الاقتصاد بدها تحاسب كل واحد ما بيلتزم بسعر صرف الليرة، شو صار؟ طلعت الوزارة ونفت الخبر. شو بعمل أنا مع هيك وزارة؟ بنتو في حالي؟ شو مش عم بفهم؟ إنه المفروض أنتوا تحمونا يا جماعة، المفروض إنه هالمرة الوحيدة اللي بتحكوا فيها صح أنتوا تقوموا بجيبكم. لا، طلعوا بيان يا المواطنين، انتبهوا كل الشائعات اللي بتقول إنه إحنا رح نقوم بجيبنا هذا كله كذب وإفترى. ليش نحن من أي متى بنقوم بجيبنا؟ الوزارة هيدي أنتوا بتعرفوا لو إشاعة فيها ضريبة أو شيء طلبة شي تفقاء كنتوا تبنيتوا بي وأمه واللي خلفها. بس على كل حال شكله بهالبلد لا ينفع تستثمر إلا بالدولار ولا بالعقارات ولا بالليرة ولا بشي، ما بينفع تستثمر إلا بشغلة واحدة هي السلاح، لأنه الوحيد اللي ما بيتراجع سوقه بلبنان بسببكم. Good evening يا وزارة الاقتصاد يا معفنين.